آلام الرقبة والعمود الفقري سمة تلازم العاملين في أعمال مكتبية والجالسين وراء الحاسوب لساعات طويلة، وآلام أخرى تلازم العاملين في أعمال أخرى كالمعامل والمصانع والوقوف وراء الآلات. فلماذا ندفع هذه الضريبة؟ كثير من السوريين تغيرت ظروف عملهم بعد اللجوء وأصبحوا مضطرين للعمل لساعات طويلة، وخاصة أولئك الذين كانوا يزاولون أعمالا مكتبية وانتقلوا بعدها ليقوموا بأعمال جسدية. العمل في سوريا كان له من الفوضى ما يكفي ليجعل العامل غير ملزم بمكان معين للجلوس أو اتباع قواعد محددة، ولكن ما علاج كل تلك الأوجاع؟ تقول آخر الدراسات في هذا المجال إن مشاكل العمود الفقري وآلام الرقبة تحتاج بالدرجة الأولى إلى التمارين الرياضية المناسبة لتفاديها، فضلاً عن منح الجسم فترة من الراحة أثناء العمل، خاصة أولئك الذين يجلسون ساعات طويلة أمام الحاسوب. معظمنا يتعامل مع الموضوع باستهتار لعدم إدراكنا بتبعاته، لكن الأطباء يحذرون مرضاهم بعدم التساهل بهذا النوع من الأعمال لأنه يؤدي بصحة صاحبه بدون أي إنذار، حيث لن تقتصر الأوجاع حينها على العمود الفقري فحسب، بل ستمتد إلى مشاكل البصر إن لم نستعمل مقاعد مريحة ونترك مسافة مناسبة بين أعيننا وشاشة الحاسوب. ورغم كل ما يمكن أن يقال، فإن نتيجة وحيدة بعينها هي الحقيقة الدامغة، وهي أن لا عمل بدون ضريبة. فهل نستطيع تقليل هذه الضريبة قدر المستطاع؟